ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا سيدي، الله يكرمك. الله يخليك. معلش انا كان عندي استفسار كده، هو او كان عندي مشكله بس كنت عايز اخد راي حضرتك فيها. اتفضل. انا شاب متزوج تقريبا من حوالي 10 سنين. تمام. ومعايا 4 اولاد. ما شاء واحد الله. منهم برضه جدا، وهي مش مقصره معايا بصراحه في اي حاجه. بس انا بفكر ان انا كنت عايز اتجوز تاني. دي غريبه جوايا، انا مش عارف ابطل يعني التفكير في الموضوع دوت. بس عرفت الموضوع على مراتي ان انا ما يعني ماليش الحمد لله في ان انا انشئ حاجه حرام، لان انا حتى وقت فكرت ان انا يعني هقع في غلط او حاجه فاتجوزت على طول. تمام. ففكرت ان انا دلوقتي عايز اتجوز تاني، فعرفت الموضوع على مراتي فلقيتها ان هي بتقول ما فيش مشكله بس عايز تتجوز تطلق. وانا طبعا رافض المبدا ده تماما. ومش عارف اعمل ايه، الموضوع على طول في دماغي وخلاص يعني مش عارف حياتي ماشيه ازاي. طيب انا عايز اسالك شويه اسئله يا محمد، الله يبارك لك. علولي بس الصوت يا جماعه عشان انا مش سامع. بص لو من فضلك خليك معايا على التليفون شويه وجاوبني على شويه اسئله. هل في تقصير من ناحيه زوجتك؟ مفيش اي في تقصير اي شيء في اي حاجه. طيب ال الاحتياج بتاع الزواج، طبعا شرعا لك حق انك تتزوج مثنى وثلاثة، ده ولا حد اصلا يقدر يكلمك في حاجه زي كده. وبعد بعض الاراء الفقهيه قالت ان لا تسبب حتى الزواج، والاراء تانية قالت لا ده ممكن يكون الزواج الثاني ظلم ويبقى في حرام في بعض، مش لا كمان ده مكروه في بعض الحالات. لكن انا عايز اسالك، عاوزك للزواج الثاني نفسي ولا جسدي؟ يعني احتياج نفسي ولا احتياج جسدي؟ والله الاثنين. الاثنين ان شاء الله. طيب طيب إيه إيه تعمل ايه معاه؟ انت قلت الاربع اولاد مش كده؟ طيب طيب إيه، وكلمتها وهي رافضه رفض تام وقالت اتطلق يعني او طلق؟ ايوه. طيب وانا رافض الموضوع ده تماما طبعا. طبعا انا اشكرك طبعا انت رافض الموضوع دوت وتفضل يعني ثابت على رايك. واسمع نصيحتي هقول لك على شويه حاجات، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني لك بصلاح الحال في البدايه. احنا بنقول احنا طبعا يعني الراجل له عواز واحتياج للزواج الثاني. هو الراجل قال انا مش هعمل حرام واستحالة هخوض في طرق الحرام، ده الراجل عايز بركه لبيته وبركه لعياله والكلام ده. وجه قال للزوجه صراحه موضوع ان هو يقول للزوجه والكلام ده. انا عندي تجربتين لناس موجودين دلوقتي في 2020. الزوج تزوج، وبعد ما تزوج ان شاء الله نبقى نعمل معاهم دخله مره في حلقه من الحلقات يديكوا دي نماذج من نماذج النجاح. وبعد ما تزوج بسنتين جاء قال لزوجته إيه انا مقصر معاكي في حاجه، قالت له زي الفل. قال لها انا قصر في حب في عطاء في كذا، قالت له ده انت سيد الرجاله. قال لها طب انا متزوج وعندي ابن. طبعا زعل بقى وخنق وبتاع ومش عارفه ايه. قال لها انا ما اتغيرتش معاكي. طيب انت اللي حصل ابتديت وصرحتها بحاجه زي كده وهي رفضت. ما فيش انثى بص سويه بتحب زوجها، عارف لو هي كانت روح يلا مش عايزاك، لكن هي بتحبك. فالامر معاها مش هيجي بكده. طبعا موضوع ان انا يعني ان انا اقول لها واقنعها بالزواج الثاني والكلام ده، ما فيش انثى بترضى بالزواج الثاني ولا خصوصا في العرف اللي احنا موجودين عليه. لكن انت كلمها من 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 امر العاطفه اللي هي بتكنها ليك. لا انتقاص ليكي ولا الكلام ده، بس انا عندي عوز نفسي وجسدي. عندي عوز. طب تقول لك لا طب انا هعوضك جسديا، طب انا هعوضك كذا. وفي حالات كتيره جدا جدا الزوجه بتفوق شويه ومش عارفه بتعمل ايه وبتزود جرعه الرومانسيه مع زوجها ومش عارفه بتعمل ايه وكلمات وبتاع وحاجات بتشبع الحاجتين. الامر لا يعني زي ما انت عايزه في اي وقت وعمري ما هقول لا او ايا كان. والزوج بيرضى بهذا الامر وبالعطاء اللي هي بتقوله، تقول لك انا انت عايز يعني زوجه تانية انا ابقى تانية وثالثه ورابعه وكذا. وبتنجح الامر وبينجح الامر، وبنديهم فتره شهر شهرين يقيموا الموضوع ده مع تغيير الزوجه او الامر ده. وفي زوجه تقول لك هي دي طاقتي، انا عندي 4 اولاد وانا عندي كذا وانا دي طاقتي، وهو عايز يتزوج يطلعني والبيت يعني. انا بقول لك تريس شويه، بلاش تاخد القرار ادام هو في دماغك. بصوا عشان بس كل زوجه ما تزعليش مني، الراجل خد اسمعي خد قرار زواج إن آجلا أم عاجلا، دام الموضوع في دماغه بيبقى. وده اللي أنا شفته، إلا بقى ما رحم ربي يعني خدت هي خطوات عملت كذا، إلا ما رحم ربي فبيبقى الدنيا جميلة. فأنا بس عايزاكي يعني أنت ما تتسرعش يا محمد، ما تتسرعش في أخدان القرار، واصبر عليها واديها فرصة لأيا كان يعني إصلاح حوار معاملة خاصة ما بينكم. ما بقولكش ما تتزوجش، ما بقولكش كده، لكن بقولك أجل شوية لحد نفسيتك. ليه يا ابني؟ عشان ما بنيش يعني صلاح البيت الجديد على حساب خراب البيت الأولاني أبدا.
هي زوجه كويسه ومع اولادها كويسه وانا عايز بيتي، لكن انا ليا حق ومش قادر اعمل حرام. لا ما تعملش حرام، لا ابدا، ولا نقول كده ابدا، تزوج ولا تعمل الحرام، لكن اديها فرصه تهيئ نفسيتها، تتكلم مع حد استشاري مثلا، نشوف شويه خطوات، مش عارفه نعمل ايه، نسوي ايه، بحيث ان هي تعدل للامر ده. انا كنت سمعت مره راي من الاراء يقول لك ايه، يعني ما تيجي الزوجه وكانت لسه في بدايه شهر العسل، يقول لها وجايبه الحاجه الحلوه، الله اللهم بارك، ايه الحاجات الحلوه، اللهم اكرمني كده بزوجه زيك صالحه كده، ده الحاجه حاجتين. تقول له يا راجل احنا في شهر تقول لي الكلام ده؟ يقول لها طب ما ربنا يكرمني بواحده زي وفيها، انا هلاقي زيك، فانا هدعي ربنا يكرمني بزيك. هو طبعا يعني مش صح طبعا عشان اقهر نفسيه المراه، ولكن الفكره ايه، التهيئه. هي مره في الصدمه، الواقع الصدمه لو هي رافضه والكلام ده، مره في مره في مره في مره، عشان ما تاخدش الامر كده. احنا عايزين الحاجه تبقى بسلاسه، ومش عايزين لا تقطعك عن او لا ابوك وحش، مش عايزين الكلام ده خالص. واضح ان انت شخصيه متزنه وحد كويس، توكل على الله بالراحه معاها وعلى نفسيتها، حد يكلمها ويدعم نفسيتها. لكن ان اجي اقول لا، ده كلامي اللي بقوله لك، اجل شويه لحد نفسيتها ما تتعمل، يمكن هي تصل، يمكن هي تشبعك، يمكن الله سبحانه وتعالى تنتبه، ما كنتش منتبه. حالات كثيره والله جدا، ويقول ده انا هو انا ده بس تطلعني من نفوخي شويه، تاخد اجازه، ده انا من ساعه ما قلت لها وهي مش عارفه عامله ايه، وتنتبه. جميل، ده كلامي لك. كلامي للزوجه، من فضلك لما يجي زوجك ويقول لك انا عايز زوجه تانية، يعني مش عايزاكي تتصدمي ولا تقللي ثقه في نفسك ولا تترددي، اقعدي مع زوجك قاعده بالراحه، قاعده عقل، محتاج تتزوج ليه؟ طب انت ايه اللي محتاجه؟ لا انت كويسه وزي الفل وكله، بس انا محتاج واحده تانية معاك، تعمل ايه؟ بص شو انا بقول لك، ايه تعمل ايه معاك؟ هتكلمك زياده، هتدلعك زياده، هيبقى في امر اشباع جسدي اكتر. طب ايه رايك اما نعمل المعدل ده ونجرب مع بعض كده مثلا انا عارفه ان الامر ده في القلب كذا، وتعيط وكذا ويا خاين، وانا عامله لك وفي الاخر تسيبني وتتجوز، عارفه وعارفه اللي انا بقوله لك ده صعب، بس انا عايزه نفسيتك متزن، وده الصح. الدنيا مفتوحه يا بنتي، الدنيا مفتوحه على الرجال، الله يكون في عونهم، في كل مكان شايف فتن فتن فتن، في كل حته شايف كذا وكذا وكذا. فعشان خاطري اقعدي القعده المتزنه، عاوزها تعمل ايه؟ قولي كده تصورك لو في زوجه تانية، ها عايز تعمل ايه؟ كذا كذا كذا، وانت زوجه محبه وعاقله. وانا لسه بقول ايه، المراه بتتميز على فكره يعني بدهاء رهيب. خلي كده بالراحه واسمعي منه هو عايز ايه، واحد اتنين تلاته، طب ايه رايك ما نجرب، طب انا ينفع اعملها كده، طب نسبه نجاحي فيها، خدي منه وخدي من عقله عشان الصوره ترزق في عقله، ايه نسبه الامر ده. وانت ادي الزوج لقيت منها محاوله وانجاز، وربنا يعني عدل الامر في نفسيتك شويه، توكل على الله. لكن انا ما اقولكش ما تزوج، ولا احكم بما لم يحكم به الله، لكن خدوا الخطوات دي، ادعوا الله لكم بصلاح الحال وهدوء البيت، وان ربنا يا رب يهدي حالك ونفسيتك ويفرحك بزوجتك ويفرحها بيك، اللهم امين.